اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالاخوين عسل. الاول طبعا نرحب بنجمنا الكبير رابع العالم واحد طبعا النجوم اللي صاعدين بقوه الصاروخ، والحقيقه اثبتوا يعني مستوى رائع في سن صغير، مصطفى عسل. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا كابتن ياسر، منورنا ووحشتنا. ضروري والله، ده بيتي يعني، ووحشني كتير والله، وكل الطاقم وكله يعني سعيد ان انا هنا تاني، ودايما يعني بيتي. طب نورنا، وهنتكلم بقى في حاجات كتيرة ان شاء الله مصطفى. مصطفى الحقيقة بالمناسبة ليه اخ برضو صاعد بسرعة الصاروخ، واخ كمان مجتهد جدا، عنده 13 سنة، يمكن مصطفى 21، نقول 21 مجازا. مروان عسل عنده 13 سنة، بطل جمهورية، راجل يعني مستوى جيد جدا، يعني لما يجي مصطفى يبتدي ها تلاقي ان شاء الله باذن الله يكون اخو مروان طالع في الطريق. مروان اهلا بيك. ازي حضرتك؟ منورنا في قناه الاهلي. الحمد لله. ايه ابتدي بقى؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل. قول لي انت في السكواش بتلعب تحت 13 دلوقتي ولا تحت 15؟ لا تحت 15، لما تتم السن بيبقى بلعب فوق. يعني انت دلوقتي تلعب 15؟ حلو. عملت ايه في 13؟ 13 اول على سني الحمد لله. اول على سني. يعني انا الكلام اللي بقوله صح؟ صح. لما بتطلع 15 بيبقى الرانك متاخر شويه. ليه؟ لان انت لسه طالع، بتلعب 3 4 5 بطولات ورا بعض، بعد كده بتستعيد الرانك بتاعك. ايوه، عندنا بطوله الجمهوريه بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله هتتلعب في مدينتي. ايوه صح. شفت انا مذاكر اهو، ما انا على الجروب معاكم. طيب قول لي، طيب يعني هتلعب تحت 15؟ تحت 15 اول بطوله ليك ولا لا؟ دي ثالث بطوله. تالت بتقول لي عملت ايه في البطولتين التانيين تحت 15؟ اخدت اول في بطوله نادي الجزيره ما شاء الله، او بطوله المنطقه اخدت تالت. كويس، هايل. دلوقتي انت تجمع نقط. دلوقتي رانك ثلاثه. ثلاثه، بسم الله ما شاء الله، انت لسه طالع. ما شاء الله. طب دي حاجه كويسه جدا. طب قول لي، يعني مصطفى اخوك يعني نفسك تبقى زيه؟ طبعا ان شاء الله. وقادر على كده باذن الله، ولا عايز تبقى احسن من مصطفى؟ يلا هوقع مدريد. لا احسن طبعا. طبعا واكيد اخوك يتمنى تبقى احسن منه، مفيش كلام. طيب قول لي، انت 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 لعبت سكواش عشان مصطفى كان بيلعبها ولا انت حبيتها؟ لا عشان مصطفى. عشان مصطفى. انت كنت بتحضر معاه التمرين؟ ما خلي بالك الفرق حوالي 7 سنين او 8 سنين. 7 سنين. فانت كنت بتروح معاه وانت معلش لسه صغير. لسه صغير. فحبيت اللعبه من هنا. من ساعه ما مصطفى كان بشوفه بيلعب وكده كنت بلعب هاندبول في الاول. طب مصطفى اكتف جدا في الملعب، اكتف اكتف يعني اكتف. مش هحتاج اشرح، انت زيه ولا هادي؟ بارد. حلو قوي، بيجو عندك اهو، قال لك بارد. طب يعني بجد انت اعصابك هاديه والدنيا كده ولا انت زي مصطفى؟ نص نص. شكلك زي مصطفى بس بت يعني هو مصطفى حماسي، خلي بالك. حماسي. حماسي جدا. انت حماسي كده؟ زيه. زيه. احنا عايزينك حماسي. لا مش عايزينك هادي، بارد بس في اللعب، انما من جواك نار. طبعا.